أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة من جديد على قناة المشاهد. في صيغة سؤال استنكاري، ما المعنى أن يموت المبدع محمد بهنس بالبرد القارس وسط شوارع القاهرة؟ في كل مرة نكتشف أن الجوع كافر، وأن الجوع يقتل، والبرد يقتل، وتشريد مبدع وترحيله قصرا عن باريس ترك فيها أعمالا فنية ناجحة، كما حدث مع محمد بهنس الشاعر المرهف والروائي السوداني والفنان التشكيلي، والذي أسرعت بخطواته كل هذه الأحداث نحو مصير درامي للموت في جنوب المتوسط شرقا. موت محمد بهنس فاجعة إنسانية وموت مجاني، فهو لم يمت مريضا ولا منتحرا ولا حتى مغتالا بكاتم للصوت، بل مات متجمدا من البرد والجوع في أحد العواصم العربية الكبرى هنا القاهرة، والتي يردد أهلها بيقين مبالغ فيه أنه لا أحد يموت هنا من الجوع. أعوام قضاها الشاعر في القاهرة بعد عودته القصرية من باريس بعد خلاف مع زوجته الفرنسية، وفي شوارع القاهرة ووسطها أصبح محمد بهنس وجها مألوفا لغالبية المثقفين والطوار، حتى أصيب بتشوش ضرب وعيه وروحه في أيامه الأخيرة. لن ينسيه أنه فنان لا متسول. في كتابهما بول فيري ومايكل سايمونز المعنون بمصارع الشعراء، يقول مقطع يحاكي قصة محمد بهنس: الشعراء ظلوا دائما يغامرون أو يقامرون من أجل الشعر، منهم من ضحى بصحته أو بأسرته أو بمستقبله أو بأمنه أو حتى بحياته، فالشاعر ينتظر منه أن يكون مكتئبا محكوما عليه بالهلاك ومدمرا لنفسه قبل أن يدمره الآخرون. تكاد تنطبق هذه الرؤية على حياة محمد بهنس، وهو من مواليد 1972 بالسودان. وبمسار حياته يقول محمد بهنس بنفسه في مقطع مشابه من روايته وبلغة شاعرية: لماذا أنا حزين إلى الأبد؟ لماذا أنا حزين إلى الأبد؟ أنا حزين لأن الناس يرجمونك بالحجارة وأنت واقف. أنا لست متماسكا، نعم أنا منهار، أشعر بدماغي كحبة قمح سحقتها قوة منكرة. كنت أبكي كإشاعة تقول بأنني كنت أضحك كورقة أبدية تحترق. في إحدى ليالي ديسمبر 2013 وفي عز الثورة المصرية الجريحة وبشكل استثنائي لم تعرف القاهرة بردا قارسا مثله، عثر على محمد بهنس الهزيل متكوناً
كمجانين بعدما صنع الثلج والجوع والإهمال والإرث التراجيدي بحال مبدع عربي يموت صقيعا في قاهرة المعز الحارة وفي قلب الثورة المجهدة، منحوتة حزينة لا أعتقد أنها ستفارق المخيلة العربية بموت مبدع عربي في أكثر من وطن مع تشابه الزمهرير السياسي وبطش الأيادي. حلقة خاصة في ذكرى وفاة الشاعر والروائي والفنان التشكيلي محمد بهنس ورحيله المفاجئ والمفجع. نأتي على نهاية حلقتنا إلى حلقات متجددة بحول الله. كان معكم عبد الله وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.